ده انا فضلت سهرانه طول الليل امبارح وما رضيتش اتصل بيه، قلت اكيد نايم بعد تعب اليومين اللي فاتوا. كان نفسي يكون اتحدث معاكي على المحمول وقالك هو رايح فين. ما تقلقيش قوي كده يا ام طلعت، هو مش صغير والغايب حجته معاه. قلبي قلبي وكن عليه قوي، ده اول مره تحصل، واللي جرى الايام اللي فاتت يوخوش. خالتي حمديه عندها حق، انا كمان مش مطمنه، انا بفكر انزل ادور عليه. لا ملهوش لزوم يا شام يا بنتي، عبد السلام صاحبه نزل يدور عليه في كل حته بيروح لها. يا جماعه ما جايز يكون روح دلوقتي وانتوا بتدوروا عليه. من خشمك لباب السم، اطلبي يا بنت على المحمول، اطلبي، ولو كان رجع هيرد عليك. هو مين ده اللي ما بيردش؟ مش تقول سلام عليكم في الاول؟ لا مؤاخذة يعني اذا كنا قطعنا عليكم كلامكم. اهلا 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 بنسايبنا وحبايبنا، اهلا. مشتومة يا ولاد؟ شقلهم بطيخة ولا حاجة؟ لا بطيخ ايه، دي حصة جدا. ها وليا زي ما كنتيش عاملة لقمة ولا حاجة نبعتوا نجيبوا لقمة سمك كده من ابو قير او الماتس؟ لا كتر خيرك يا سيروزيك، دايما عامل ومفتوح بحسك. لا حاجة، احنا بنتكلموا جد مش عزومة مراكبية. معلش مش وقته، خليها وقت تاني. بالاذن يا جماعة احنا هنروحوا نستنوه في السطح، وعلى الله على الله عبد السلام يكون عاطر فيه. عاطر في مين يعني من غير تطفر يعني؟ في طلعت، اصله خرج الساعة 2 بعد نص الليل وما رجعش لحد دلوقتي، وهم قلقانين عليه قوي. ايوه من 2 بالليل لحد دلوقتي؟ لا 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 كده قلبه وكن عليه. الله، طب ما يمكن يا جماعه يكون بيفرح مع اصحابه بالخطوبه. اصل بينه وبينكم بقى، الواحد لما يبقى نفسه في حاجه وعاوز يعملها ويعملها ممكن ما يجولوش نوم بالتلات اربع ايام. ما تقلقوش ما تقلقوش، نجيبوا اكل التبارية. هي ما بتطلعش يا عمي بره الفندق ده ابدا، لكن لو طلعت بيكون شفيقي معاها. هو بيطلع لوحده كام ساعة في اليوم، يلف على المحلات يشتري فرش للشقة اللي مأجرها. ناوي ينقل في الشقة مع عروسته ولا ايه؟ أكيد يا عمي، مش هيقعد يعني طول عمره في الفندق، وبعدين في الأول وفي الآخر دي مرته، يعني لازمها مطرح لحالها. إيه اللي بيدور في راسه؟ أنا مش فاهم. ناوي يفصل نفسه عن جذوره؟ ما ظنيش يا عمي، ده حتى لو تهور وغلط وعمل عملته دي أكيد هيرجع اللي في دماغه، وهيزهق من العسل اللي فاكر نفسه عايش فيه. توصل للجواز من واحدة زي دي؟ لسه صغير يا عمي، لسه صغير. هي الكلمة دي اللي ودته في دهنة، لسه صغير، كلكم بتقولوها. الكلمة دي اللي طلعته مايع، وفي الآخر لقاه بيبيعني وعايز يقطع روحه عن ناسه وأهله وعزوته. لا يا عمي، أنا قلبي بيقول لي إنه هيرجع ومن نفسه. وأنا مش هستناه لما ينام في العسل ويفكر براحته. قول لي يا بدير، فرحات عمل ايه في الموضوع التاني؟ فرحات بيقول انه يعرف واحد اسمه فكري بيشتغل وكيل فنانين، كان بيشغل العروسه قبل سابق في الفنادق، وبيقول يعني انه في بينه وبين العروسه عشره وعشب. توصل للجواز من واحده زي دي يا شفيق؟ ادخلي انت ريحي شويه يا مطلعه، وبإذن الله عبد السلام هيجيب لنا أخبار، ومين عارف مش جايز نلقاه داخل علينا دلوق. يا رب. من خشمك لباب السماء. معلش احنا تعبناك معانا قوي يا عم ابو هلال. ما تقوليش كده امال، ندمي عليا انت بس اول ما يظهر او تجي لك اخبار. حاضر، تصبحي على خير. وانت من اهل فين يا وعد؟ قمتك تتسحب وانا نعسانة في عز الليل، وتطلع وتقعد نهار بطوله وترجع بعد العشاء، وفي الآخر قاعد كده؟ قل لي يا وعد قمتك كنت فين؟ اقعد يا تفزعني وتخلع قلبي عليك، وفي الآخر تقول لي اقعد يا أما، تخليني أدور عليك في الشوارع زي المجنونة، وفي الآخر تقول لي اقعد يا أما.
قلت لك اقعدي وانسي الحديد دي يعني بخير قدامك. اه ما دام انت بخير يبقى لازم تقول لي كنت فين. ها مصيبه جديده اياك. قول 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 ما تخافش عليا، ما انا خلاص اتعودت على الاخبار العفشه طول الايام اللي فاتت. كفايه وهدي، تعرفي كل حاجه. في ايه يا طلعت يا ولدي؟ اللي حصل؟ زلزال هات كل حياتي وجاب علي هاطي. زلزال كفى الله الشر. ابويا الله يرحم مات كيف يا ماما غوري؟ بتقولي عجيبة، ايه اللي فكرك بابوك دلوقتي؟ بقولك ابوي مات كيف؟ كانك معرفش اياك، نسيت انه مات قدام عينيك وبين ايديك، وكان عمرك ايامها يجي 8 سنين يعني واعي. يعني مات موتة ربنا؟ أمال ايه يا ولدي؟ لا يا أم لا. انت كنت مع مين يا ولدي؟ قابلت مين وفتح معاك الحكاية دي؟ مع شوقي زهرة. تعرفي شوقي كاني كنت عارفة الاسم ده، مر علي زمان قوي، ولما سمعت منك مرة ما جاش على بالي انه قال لك ايه الراجل ده. تعرف قال لي ايه بالحرف؟ هي دي اللي كرهته ومش طايقه تسمع سيرته؟ دي ما صدقت انه خرج من الحبس من بلوته اللي كان فيها واتخطبته في نفس اليوم. ايه للدرجه دي عشقاه يا جدع؟ خلاص بقى يا عم عطا، درس العقل نقح عليا خف شويه. دلوقتي مش قادر تستحمل مني كلمتين؟ مش هو ده اللي اتمسح من دماغها وانت ما بتطقش تبص في وشه وهتعمل لي فيه وتساوي وهدخلك على ارض مفروشه حرير يا عم عطا؟ يا عم انت هتفضل تنقرزني ليه بالكلام؟ انا مالي؟ ما كل حاجه ماشيه عكس الاتجاه. البت انا ماليش حكم عليها، قلت لك 100 مره. انا مش عارف الواد ده ساحر لها ولا ايه. يعني ايه الحكايه باظت؟ شامه راحت مني يا رزيق، يا ريتها راحت لواحد عدل، وانا محطوط ما بينك وما بين اللورد. انت من ناحيه حاطط لي ايديك في ميه ساقعه، ومن الناحيه التانيه اللورد مكتفني مخليني مش عارف اهوب من الواد ده. انا مش عارف حكايه اللورد طولت معاه ليه كده. معرفش، بس اللورد بيقول انه اتاكد ان الواد ده بريء من حكايه ضربي وسرقه البضاعه مني في جبل نعسى. بريء؟ امال هيكون مين يعني اللي عملها؟ معرفش، الموضوع ده مخرجني عن شعوري، مخليني حجنن يا رزيق. انا مش قادر اصدق ان الواد ده زمانه دلوقتي بيضحك علينا وبيطلع لنا كلنا لسانه. هو ده اللي قاله بالحرف، هي دي المرازبة اللي خبطني بيها على راسي. بقيت ماشي في الشوارع حدت نفسي زي المخلول معقول. معقول يكون اللي قاله ده حصل وانا قعدت 30 سنة دايس على حاجة ابويا بعد الحادثة ومهمله. ابويا اللي كان زينة الرجال، الراجل الشريف اللي حكويك عنه خلتني اعشق وامن بيه. قلت لنفسي لا لا، ممكن يكون الراجل ده بيكذب لغرض في نفسه. لأن لو كان ده حصل كنت حسيت يا
قولي حاجة يا أمي، قولي إن ده ما حصلش. طب لو ما حسيتيش لما مات كنت عرفتي من عينين الراجل اللي اتجوزتيه 3 سنين؟ قولي إن ده ما حصلش. قولي وأنا هروح لشوقي ليه وأعرف هو لفق الحكاية ليه. تكوني شكيت يا أم، وشكك ليه هو اللي خلاك تطلب الطلاق وتغنيني وترحل بعد ما أخويا مات؟ قولي حاجة يا أم، شكك بقى حقيقة بعد اللي سمعتي مني؟ قولي حاجة، دموعك دي بتفر ليه؟ اللي قاله لك الراجل ده حصل يا ولدي. تعرف؟ عرف عرف عرفت اللي حصل لأبوك بعد جوازي من جعفر ب3 سنين، وكان مسكينة وتغرزت في قلبي وما كانش قدامي غير ان اخدك واهرب، اهرب لبعيد بعيد قوي. وربنا قدرني يا ولدي وقدرت. عرفتي وسبتينا طول السنين دي نلف في بلاد الله ونكمل عشان هنوم ليه؟ نسيبوا اهلنا وناسنا وبلدنا نتبهدلوا ليه؟ نسيب الراجل اللي عمل كده في أبويا متنعم ونهربه ليه؟ ما قلتليش وأنا كنت أدوّجه من نفس الكاس اللي دوّجه لأبويا؟ ليه تكذب علي؟ كذبت علينا كذبة وعيشتينا فيها. قلت لله حرام عليكي، حرام عليكي. كان لازم ما اقولش، كان لازم احميك يا ولدي عشان تقدر تعيش. عايش كيف؟ زي البنت اللي امها بتخاف عليها لحد يشكلها زي ما ربطتيني طول عمرك؟ انا ربيتك احسن رباية، خليتك راجل والناس كلها بتحلف بربايتك ورجولتك. انا مش راجل وانت السبب. ما كنتش اقدر اقول لك غير كده. ولو عايز تعرف انا عملت كده ليه، حاضر حاضر يا ولدي هقول لك، هقول لك اللي حصل كله واللي ربنا قدرني الناس تحمله طول السنين اللي فاتت. قولي، قولي كل اللي تعرفيه، قولي كنت كل ما افتح سيرته تقفليها علي وانا اقول خلاص سيرة سودة بلاش تقلب عليها المواجع. كفاية انها كرهت الراجل اللي اتجوزته دي، واكيد اتجوزته عشان تصرف عليك. قولي
كيف بعد ما كنت عايشة مع راجل كامل مكمل زي الملاك ماشي على الأرض زي ما كنت بتوصفي لي؟ كان راجل يعرف معنى الرجولة بحق. تربط نفسك بالسافل ده بالعفش ده؟ كان فين عينيكي؟ كان فين عقلك الرزين اللي بحلم بيه طول عمري؟ مسح؟ كان فين عقلك لما غلطت الغلطة دي؟ ما تحاكمنيش، ما تحاكمنيش يا ولدي دلوك. الله يخليك، انت معرفش حاجة. معرفش ايه؟ معرفش ايه؟ الشيطان بتبقى صورته باينة زي الشمس. كان لازم تشوفيه، تحسيه، تشميها في ريحته العفشة. الشيطان يا ولدي ما بيبانش لحد، بيتلون ويتخفى، وإلا ما يبقاش شيطان. يا بوي يا بوي، كنت شايفك دلوة كنت بتصرخ قدامي. قولي يا ام، قولي كل الحقيقة وما نقصش كلمة. بعد موت أبوك لف علي جعفر العرباوي بحجة إنه عايز يساعدنا أنا وإنت. صديته كتير ورفضت مساعدته أكتر. قضيت كام شهر بعدها أنا وإنت في عذاب، عشان كان صعب ألقى شغل وقتها في البلد، ومش قادرة أطلب مساعدة من أهل أبوك اللي عايشين على كدهم، ولا من أهلي اللي كان فاضل منهم اتنين اتجوزوا وسافروا. وفي يوم لقيت جعفر قدامي بيطلبني للجواز ويقول لي إن ده يوم المونة بالنسبة له. قلت له أنت متجوز ومرتك طبعها حامي. قال لي إحنا ما بنعملوش حاجة غلط ولا بنخالفه شرع ربنا. فكرت كتير وحسبتها كتير، وفي الآخر يا ولدي اضطريت أوافق، بس بشرط انه يعاملك زين ويحطك في عينيه زي ما تكون عيل من عياله، وعلى كد قوة اجلاله وطبعا الناشف ما قدرتش تمنع جعفر من تنفيذ اللي في راسه. كل اللي صممت عليه انه ما ياخد ليش بيت تاني، وإن جوازي يتم في بيتها وقدام عينها. ووافق جعفر، وافق عشان كان في مصالح كتير بينه وبين أبوها أياميها. ومن ساعة ما خطيت برجل عتبة بيتها وهي عرفت تعيش نصح نار جهنم الحمراء، خصوصي بعد ما خلفت أخوه وشافت الفرحة في عينين جعفر. كان عايز يشني من على الأرض شيل، وكانت الفرحة عطفت من عينيه بعد ما جبت الواد وبقيت أم الواد. كملي. سكت ليه؟ أنا قلت لك عايز أعرف كل حاجة. يا ده أنا شفت معاها أيام سودة أسود من قرن الخروب، وياما مسكنا فخنك بعض، وكل ده بسببك أنت. كانت عايزة تشغلك ولا الخدمين
وكانت أول ما تشوف جعفر داخل علينا تحضني وتبوسني وتقول حمدية دي أختي ولا الأخت الشقيقة. والله وكانت تصمم تاخد أخوك ينام في مطرحها بحجة إنه لازم يقرب من إخواته البنات ويتعود عليهم، وجعفر كان يطوعها ويسمع كلامها. وابتدى جعفر يكشف عن وشه الحقيقي في معاملته معاك، لحد ما بقيت أحس إنه هو بيشوفك زي ما تكون غريمه. وجالنا جعفر في يوم وقال إنه مسافر في رحلة طويلة رايح الشام، وحيقعد هناك شهرين ثلاثة، وكان أخوك يا دوب مكمل سنتين. ومسكنا في بعض أنا وإجلال كالعادة، هي مصممة تاخد الواد في مطرحها ينام مع أخواته، وأنا راسي وألف سيف. الواد ما يفرقنيش ولا دقيقة واحدة طول ما أبوه غايب. وتعصب جعفر وحلف إني أخد الواد معاه السفرية دي علشان يفض الخناق اللي بينا، ولما عرضته هب في وشتمني وقال لي أنا مش عاجبني لزقة الواد فيك، ومن دلوقت هاخده معايا في كل مكان عشان يبقى راجل. وخد الواد معاه وسافر.